ما بوبرو روحو حايو قاديشو حاصلوه شاريرو آمين. عنوان الكلمة لهذا الأحد المبارك، الأحد الرابع بعد الدنح، كنيسة أنطاكية السريانية الأرثوذكسية وقانونية المجامع المسكونية لقداسة المثلث الرحمات مار غناطيوس زكا الأول عيواص. المجامع، منذ فجر المسيحية ظهرت البدع في الكنيسة وبرزت تعاليم غريبة مخالفة للإيمان، فثارت حولها الأبحاث واحتدم الجدل العنيف والنقاش الحاد. ولا غرو، فالرسول بولس يحذر أهل كورنثوس منها إذ يقول: لأنه لا بد أن يكون بينكم بدع أيضا ليكون المزكون ظاهرين بينكم. مجمع أورشليم، فقد انعقد المجمع الرسولي في أورشليم نحو سنة 51 ميلادية بسبب قوم انحدروا من اليهودية وجعلوا يعلمون الإخوة أنه إن لم تختتنوا حسب عادة موسى لا يمكنكم أن تخلصوا. وبعد النقاش والبحث الدقيق قرر مجمع الرسل ما يلي: لأنه قد رأى الروح القدس ونحن لا نضع عليكم ثقلاً أكثر غير هذه الأشياء الواجبة أن تمتنعوا عما ذبح للأصنام وعن الدم والمخنوق والزنا التي إن حفظتم أنفسكم منها فنعماً تفعلون. ونستنتج من عبارة قد رأى الروح القدس ونحن أن سلطة البت في قضية إيمانية وتحديد عقيدة ما إنما هي للمجمع وحده وبإرشاد الروح القدس. وقد صار مجمع أورشليم الرسولي دستوراً للمجامع التالية له. بعد هذه المقدمة أحبائي الكرام، هناك من يسأل ويقول: عندما نصلي صلاة الاعتراف نبدأ بالاعتراف الإيماني بالثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس، وهذا مفهوم تماماً. والاعتراف الذي يليه نقول: وأعترف بإيمان المجامع الثلاثة المقدسة نيقية وقسطنطينية وإفسوس. وتقسم المجامع إلى إقليمية عامة مسكونية. المجامع الإقليمية هي مجامع محلية تعقد عادة ضمن إقليم أسقفي. المجامع العامة فتكون دعوة من الباتريارك لجميع رؤساء الأساقفة، أي ضمن حدود ذلك الكرسي الرسولي. أما المجمع المسكوني هو المجمع الذي تمثل فيه الكنيسة جامعة جمعاء وتشترك في أعماله وتقبل قراراته كافة وتعتبرها نافذة المفعول. وإذ يقوم المجمع المسكوني مقام مجمع الرسل فهو السلطة العليا في الكنيسة جمعاء. وقد عقدت الكنيسة الواحدة الجامعة المقدسة الرسولية ثلاثة مجامع مسكونية، وهي مجمع نيقية 325 ميلادية، وقسطنطينية 381 ميلادية، وأفسس 431 ميلادية. المجمع المسكوني الأول المنعقد في نيقية 325، الدعوة إليه وعقده، أي سبب عقد هذا المجمع، دعا إليه الملك قسطنطين الكبير جميع أساقفة العالم ليحضروا إلى نيقية على حساب الدولة. ونيقية هي مدينة إغريقية قديمة تقع على ساحل الأناضول الغربي
عند بحر مرمرة تسمى إزنيق حديثا، وحضره 318 أسقفا يمثلون الكنيسة الجامعة، وكان سبب انعقاده النظر في بدعة أريوس القسيس في الأسكندرية. بدعة أريوس الذي قال إن الإبن مخلوق خلقه الآب في أول خلائقه، فليس هو مساويا لأبيه في كل شيء. وكان قرار المجمع الذي جاء فيه أن يسوع المسيح هو ابن الله الوحيد غير مولود من العدم، بل من الآب الحي بنوع لا يدرك ولا يوصف، فلا أحد يعرف الآب إلا الإبن، ولا أحد يعرف الإبن إلا الآب، فإنه غير متغير ولا ينقص عن الآب شيئا، فهو الإبن الكامل وصورة الآب التامة. ولذا يجب أن نحفظ للآب غير المولود العظمة اللائقة به، وللابن المولود الكرامة الواجبة لكون ولادته أزلية من الآب. المجمع المسكوني الثاني المنعقد في القسطنطينية 381. القسطنطينية هي عاصمة للإمبراطورية الرومانية الشرقية، الإمبراطورية البيزنطية، وكان بها مقر باتريركية الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية، وهي كاتدرائية آيا صوفيا. فدخل محمد الفاتح القسطنطينية وأطلق عليها إسلامبول أو الإستانة، وبدخوله أصبحت المدينة عاصمة السلطة العثمانية. غير اسمها في عام 1930 إلى إسطنبول ضمن إصلاحات أتاتورك القومية. الدعوة لمجمع قسطنطينية وعقده، دعا إليه الإمبراطور ثيودوسيوس الكبير جميع أساقفة العالم، فحضره 150 أسقفاً كلهم من الشرق، والتأم برئاسة ميلاتيوس أسقف أنطاكيا قراراته. فحص المجمع بدعة مقدونيوس أسقف القسطنطينية الذي أنكر ألوهية الروح القدس، فحرمه وبدعته الشنعاء، وأضاف المجمع القسم الثاني من دستور الإيمان كالتالي: ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي الكل، الذي من الآب ينبثق ومع الآب والابن يسجد له ويمجد، الذي نطق بالأنبياء. ومؤيد تماماً ما جاء في قرارات مجمع نيقية. المجمع المسكوني الثالث الذي عقد في أفسس سنة 431. مدينة أفسس وهي من أعظم المدن الإغريقية القديمة في الأناضول، وتقع في منطقة ليديا، منطقة تاريخية في غرب الأناضول عند نهر كيستر الذي يصب في بحر إيجا تركيا الحالية. الدعوة إلى المجمع مجمع أفسس. كان نسطور أسقف القسطنطينية قد ابتدع بدعة نكراء، إذ قال أن العذراء مريم لم تلد إلها متجسدا، لكنها ولدت إنسانا بحتا حل عليه الإله عند عماده في 30 من عمره. ومن أجل ذلك لا ينبغي تسمية العذراء بوالدة الإله، بل والدة المسيح. فبلغ ذلك كيرلس الإسكندري، فحارب هذه البدعة ونقضها في منشوره الفصحي سنة 429. وتليت في المجمع رسائل كيرلس الإسكندري وبنوده 12 ورسالة قلسطونيوس الروماني إلى نسطور، وقرار مجمع رومية فصدق المجمع عليها جميعها واعتبرها أرثوذكسية، وأعلن أن العذراء هي والدة الإله، وحرم نسطور وبدعته. وكنيستنا السريانية الأرثوذكسية في ختام صلواتها وفي أثناء تقديم الذبيحة الإلهية تردد دستور الإيمان
الذي أقرته هذه المجامع المسكونية الثلاثة. الخلاصة، مجمع نيقية بدعة آريوس أن الإبن مخلوق، مجمع قسطنطينية بدعة مقدونيوس أنكر ألوهية الروح القدس، مجمع إفسوس بدعة نسطور أن العذراء ليست والدة الإله بل والدة المسيح. كما أننا عندما نتقدم إلى منبر الاعتراف نعلن تمسكنا بإيمان هذه المجامع المسكونية الثلاثة، نيقية وقسطنطينية وإفسوس. وفي الختام قال قداسة المثلث الرحمات مار غناطيوس زكى العواص: وإننا لنتطلع الآن بعين الإيمان إلى مستقبل الكنيسة، مترجين قرب قدوم اليوم الذي فيه تعود إلى الكنيسة وحدتها الشاملة ليتسنى لها عقد مجامع تعترف بصفتها المسكونية الكنيسة جمعاء. فلنصلي إلى الرب ليقرب ذلك اليوم السعيد. آمين. ليبارككم الرب جميعا ويحفظكم، راسخين في الإيمان القويم الري، مرددين وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة الجديدة في العالم الآتي. آمين. والنعمة تشملكم دائما وأبدا.